عقد مجلس النواب جلسته العادية الثالثة في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب وأعرب مجلس النواب خلال الجلسة عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتبرعه بخمسين ألف دينار للحملة البحرينية الوطنية لإغاثة غزة مطالبا في الوقت ذاته بوقف الحرب بشكل عاجل وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة خلال الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وعليه قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ورد التقرير إلى اللجنة المختصة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة، ثم انتقل المجلس لمناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن أداء هيئة تنظيم سوق العمل، حيث قرر المجلس الموافقة عليه وإحالة ما يخص السلطة التنفيذية منها إلى الحكومة المؤقرة. هذا وقد وافق المجلس خلال الجلسة على عدد من الاقتراحات برغبة بصفة الاستعجال و تم رفعها للحكومة الموقرة أشيد بالأخوة أصحاب السعادة النواب سواء كانت اللجنة التحقيق اللي انعقدت ورئيسها وأعضائها على دورهم صراحة الإيجابي من خلال منهجية راقية من خلال لقاءات مستمرة عقدوا لقاءات مستمرة درسوا لاقوا اجتمعوا زاروا المقار فكل اي ملاحظه او اي اقتراح او اي توصيه بتكون يعني مكان ترحيب ومكان اشاده من قبل الحكومه احنا بس نحاول ان نوضح في النقاش الامور اللي يعني اللي حصلت والمزايا والمكاسب واللي تحققت من خلال هيئه تنظيم سوق العمل هيئه تنظيم سوق العمل قامت بدور وطني كبير في دعم الاقتصاد ودعم العمالة الوطنية وتحقيق أفضلية العمالة الوطنية وتسهيل خدمات أصحاب الأعمال هيئة تنظيم سوق العمل عليها أن هي تسمع لغرفة التجار التجارة بممثلة بالتجار الصغار التعامل يفترض أن يكون بشكل مختلف التعامل مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة يجب أن يكون بنسبه من الاحترافيه وما يكونوا مسلطين عليهم بشكل او باخر على اساس تقليل من وجود اصحاب الاعمال البحريني على الحكومه ممثله في وزاره العمل وهيئه تنظيم سوق العمل الضخ لدماء جديده من التجار الصغار على اساس هم يتمكنون بشكل اكبر قانون الصحافه من القوانين المهمه المفروض كان يعني المفروض يصدر وتاخر كثيرا من 2002 الى وقت و والمناقشة اللي صارت واللغط اللي صار في الجلسة هذه ظاهرة صحية وبالعكس احنا كلنا مع حرية التعبير وحرية, وحرية الرأي عموما ولكن هناك في بعض المواد يمكن لعل فيها سوء تفاهم أو مثلا فيها المواد مطاطة أنا كان ودي أن اللي تنسحب بعض المواد مادة رقم ثلاثة في التعريفات مادة رقم 16 مادة رقم 90 مكرر كان أفضل من أن القانون ينسحب لكن مادة من القانون ينسحب احنا كلنا صوت واحد ومع حريه التعبير وحريه الراي. احنا متضامنين مع القضيه الفلسطينيه مثل ما شفتوا اليوم وقفه النواب والتبرع بخمسين الف دينار من مجلس النواب لفلسطين ووقفه النواب اليوم وهذه الكوفيه اللي لبسوها النواب ووقفتهم واخذ التصوير والمداخلات بالنسبه للقضيه الفلسطينيه كل ذلك يدل ان شعب البحرين مع اهلهم واخوانهم في فلسطين